عشان انا حابة فكرة انه الكتاب يبقى بيرصد تجربة حقيقية او بيعبر عن ناس حقيقيين، مش بيمسك قضية ويقعد ينظر بقى وكده. فالكتاب الجديد هيبقى عن يوميات بنت عايشة لوحدها، يعني بنت مستقلة في المجتمع ده دلوقتي في الفترة دي، خدت شقة وعايشة لوحدها، والمواقف بقى اللي بتحصل لها سواء مواقف حلوة او صعبة، نظرة الناس ليها. بيتهيألي في بنات كتير دلوقتي بيضطروا يعيشوا لوحدهم، سواء عشان أهلهم مش موجودين، أهلهم مسافرين برا، حد مات من أهلهم، علشان هي كبرت بقى عندها حاجة وتلاتين سنة وخلاص ما اتجوزتش وعايزة تستقل، علشان أي سبب في الدنيا، بس هي محتاجة تعيش لوحدها. نظرة المجتمع ليها، البواب بيعملها ازاي، جيرانها لما تتعرف على ولد جديد بيعملها ازاي، كل ده أنا برصده في الكتاب الجديد اللي أنا بعمله. هو انا مش بحاول اسعى للحريه، لان انا في حياتي الشخصيه عندي قدر كافي من الحريه، حوالي ما حياتي الشخصيه، لانه اللي هيبني التركيبه دي هي حياتي الشخصيه، يعني طفولتي جزء من حياتي الشخصيه اكيد. بس انا في حياتي الشخصيه عندي نسبه حريه 200%، يعني لو فكرنا انا مش محتاجه ان انا اقعد ادافع عن الحريه والناس تهاجمني واحط نفسي في المشاكل دي، بس ليه ما دافعش عن حق ناس تانية؟ يعني هي دي الفكرة. كان في حياتي الشخصية أهلي ربوني على إنه لازم أقرأ طول الوقت، لازم أقول رأيي. ماما دايما كانت بتخليني أقرأ كتب ما كنتش ببقى فاهماها وأنا صغيرة، بس كانت بتخليني أقرأها، يعني كانت بتجيب لي كتب العقاد وأنا عندي 9 سنين، وكانت بتديني فرصة إن أنا أقول رأيي في الكتاب، أعيد كتابته تاني لو أنا عايزة. فكنت ببقى بعرف أكون رأيي في سن صغير، ودي حاجة حلوة جدا. هو الولد مظلوم، انا معترفه تماما ده، بالعكس ده الولد في مجتمعنا مظلوم جدا ويمكن اكتر من البنت، يعني بس انا بقدر اعبر عن البنت اكتر عشان انا بنت. يمكن انا لسه ما عنديش الاحترافيه او المشاعر الكافيه ان انا اعرف اعبر عن كائن تاني، سواء ولد او كائن، اي كائن حيوان، اي كائن تاني يعني لسه. بس فعلا انا بعترف ان الولد مظلوم جدا في مجتمعنا، يعني انه ولد درس نفس دراستي مثلا وادي في السن، عنده نفس عدد السنين ومن نفس مستواي الاجتماعي، عشان يتجوزني يبقى مطالب ان هو اللي يشتري شقه، وهو اللي يصرف عليا مدى الحياه، وهو اللي يجيب حاجات كتير قوي. طب هو يعني هو عنده ايه زياده عشان انا اطلب منه كل ده؟ هي دي الفكره. هو مظلوم في المجتمع ده، بس مظلوم الظلم ده قصاد برضه الظلم اللي المجتمع بيظلمه للبنت. يعني المجتمع بيحرم البنت طول الحاجه و20 سنه اللي بتعيشهم لوحدها قبل ما تتجوز، من انها تضحك بصوت عالي مع صاحباتها، تسافر، تلبس بشكل معين، تعمل اي حاجه، ودايما اهلها بيقولوا لها وفري كل ده لما تتجوزي، لما تتجوزي يبقى اعملي كذا، بيعملي اي حاجه لما تتجوزي. فهي بتبص للراجل على انه يعني المصباح السحري اللي هيحقق لها كل حاجه. هي مظلومه وهو مظلوم، بس هو مظلوم اكتر، هو مطحون، يعني هي مظلومه وهو مطحون بمعنى اصح. بس عايزه اقول لك حاجه، احنا دايما بنقول فترة السبعينيات ما كانش كده، بس واقعيا انا ما كنتش هناك عشان اقدر ااكد المعلومة دي. حتى لو الصور اللي احنا بنفرح بيها وانا شخصيا بفرح بيها وبعملها شير على الفيسبوك وشوفوا الفرق وشوفوا دلوقتي كان ازاي ومش عارفة ايه، بس يمكن في احتمال حتى لو 1% ان الصور دي تكون جاية من مجتمع اي كلاس مثلا. يعني دلوقتي انت لو رحت اماكن معينة في مصر هتلاقي ان احنا الدنيا حلوة، البنات لابسة فساتين ومحدش بيضايقهم في مجتمعات معينة دلوقتي. انا شعرفني يعني يمكن واحد بعد 200 سنة في مصر يجيب صورة مثلا من مكان ما، من حفلة ما في مصر دلوقتي، يقول شوفوا مصر زمان كانت ازاي. احنا مش عارفين، يعني مش عارفين الطبقات الفقيرة كانت عاملة ازاي. احنا بنطلع برضو التحرش روشنة في السينما، يعني طلع الولد اللي يقول لبنت كلمة مش كويسة ويجري وراها ويضايقها، ده روش مش قليل الأدب. يعني ما هو انا مش عارفه افرق بين التحرش والاغتصاب، لانه انت حتى لو بتقول لبنت كلمه هي مش عايزه تسمعها، كلمه انت ما لمستهاش، بس انت اغتصبت حريتها. تخيل بنت ماشيه في الشارع حاطه هاند فري في ودنها وبتسمع اغنيه ومبسوطه جدا سعيده، واحد قال لها كلمه ضايقتها او هي خايفه انه حد يلمسها، انت اغتصبتها خلاص. انت مش محتاج تلمسها بالفعل عشان تبقى اغتصبتها، اغتصبت حقها في ان هي تمشي بحريتها. يعني كان في مره كنت من كام يوم بكلم واحد صاحبي في التليفون، كان سايق على الطريق، فبيقول لي في بنت ماشيه قدامي والعربيات كلها عماله تعكسها، بس بصراحه هي شكلها شمال.
قلت له طب والله حضرتك عرفت منين المعلومة العظيمة دي؟ قال لي أصلها ماشية بتضحك. فيعني أنا مش قادرة أتخيل إن ولد والمفروض إنه متعلم كويس ومثقف ومن طبقة كويسة بيحكم على بنت إن هي شمال، على وشمال ده اتجاه وأسلوب حياة، يعني الكلمة نفسها ممكن الناس تعتبرها عيب بس هي اتجاه المفروض، يعني بيحكم عليها إن هي كده علشان بتضحك، فالضحكة بقت يعني محرمة على البنت. يعني عايزة تضحكي روحي على جنب كده في أوضة مقفولة وتضحكي كأنك بتعملي حاجة عيب يعني. بس أنا ضد فكرة إنه الكاتب يبقى نجم، هي حاجة حلوة يعني، خلينا نعترف إن هي حاجة حلوة، بس الكاتب بيبقى أحلى وعنده حرية أكتر، وهو حاسس إن هو صعلوك، يعني حاسس إن هو بيتكلم عن كل حاجة، وهو حاسس إن هو في آخر صف دايما. الكاتب كائن مشاغب، يعني هتلاقي أي كاتب عادة بيبقى في المدرسة كان بيقعد ورا حتى لو شاطر، ما بيحب يشوف الصورة من الآخر كده، بيحب يبقى مشاكس عنده رأي مختلف، ما بيحبش يبقى نجم وكل كلمة بتتاخد عليه، مش إحساس لطيف بالنسبة له يعني، بيحجم حريته. أنا مش عارفة ممكن نعمل إيه عشان نبطل كده، بس يعني على الأقل نتكلم، يعني على الأقل ما نسكتش، يعني ده اللي في إيدي دلوقتي أو في إيد الناس اللي حواليا، إن إحنا على الأقل نتكلم، القانون يتفعل. أنا دلوقتي ماشية في واحد بيعاكسني في الشارع، هاخده الاسم في قانون أوكي، بس أنا هاخده الاسم إزاي؟ يعني هل همسكه شيل واخد الاسم؟ مش هينفع، لازم يبقى في ناس واقفة، وده صعب دلوقتي يعني، ده مستحيل، شبه مستحيل دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها. لما بيبقى واحد معدي وشايف واحدة بتتعاكس عادي، ما هي اللبسة كده عادي، مش طب خلاص انت حتى شايف ان لبسها غلط، ساعدها تعدي المشكلة اللي هي فيها وبعدين ابقى نصحها على جنب. بس ايه ده؟ طب ما هي البنات عندها نفس المشاكل الاجتماعية، ايه المشاكل؟ فقر، عنوسة، بطالة. ما البنات على فكرة عندها فقر وعنوسة وبطالة، يعني ما هي نفس حجم الرغبة اللي عند الولد موجودة عند البنت، فين ما بتتحرش بيه ليه؟ يعني هي عندها مشكلة زيادة وسكتة. طيب هو عنده مشاكل اقل ومش ساكت، طب ليه؟ المشكلة ان في المدارس بيبقى البنت في فصل والولد في فصل، وبيخلوهم يبقوا حاسين انه ده كائن وده كائن تاني. دي حاجة غريبة، بتروحيش عند الولاد وهم عندهم 5 سنين 6 سنين بيحسوا ان الولد ده حاجة غريبة والبنت دي كائن غريب، وفي بعض المدارس بيبقى العقاب فيها ان انت قعدك جنب بنت. فانت عارف، انت متخيل بيبنوا في الاطفال ان هو يعني حاجة غريبة، يعني مش ان انتوا اخوات ولا ان انتوا ينفع تتكلموا عادي، لا، ان انتوا كائنات من عالم مختلف ولازم تبقوا بتتخانقوا، او لما تتعرفوا على بعض تحبوا بعض او بس، لكن فيش نوع ثالث للعلاقة يعني. عشان احنا ما عندناش اخلاق، لما بيعجبنا فيلم بنعمله داونلود، مفيش فكرة انه الامانة الادبية والعلمية والفكرية دي، ان هو انت ده مجهود حد اروح لازم ادفع فلوس عشان اشوفه، لا مفيش كده، دي سرقة. لا صدقني، من واقع التجربة هو ما حاولش قد محاولة، لانه لو كان حاول في حاجة بسيطة جدا، انت بتعرف تكتب، حابب تكتب، عندك كتب في البيت، ما ينفعش تبقى بتقول انا بحب اكتب وعايز ابقى كاتب وانت ما بتقراش، عندك كتب في البيت، عندك مثلا 10 كتب قدامك، شوف انت بتكتب في اي اتجاه منهم، ده ساخر، دي روايات، ده مش عارف ايه، امسك مثلا روايات، امسك الروايات اللي بتحبها، بص كده على اول صفحة قبل بعد الغلاف هتلاقي اسم دار النشر والعنوان تحتها، روح بنسخة مطبوعة او على فلاشة حتى، الموضوع بسيط، وقول لهم انا عايز انشر الكتاب، دول ما وافقوش، دول قالوا لك هات فلوس، روح دار اللي بعدها بتاعت الرواية اللي بعدها، يعني اكيد لو روحت ال10 دور نشر هتلاقي واحدة منهم وافقت، يعني لو انت موهوب. انا عملت كده، الموضوع سهل يعني، الموضوع عرض وطلب، وانت بتعرض موهبتك ومش عيب تعرضها، بس تبدأ يعني. في ناس فعلا كتير قوي بتبقى قاعدة في البيت وتقول لك انا موهوب وما عنديش فرصة، مش عارف اعمل ايه، انت ما حاولتش، او يبقى عايز حد ياخده من ايده ويروح يوديه، محدش بيعمل كده لحد في الزمان ده يعني، احنا مش في الزمان ده. والله يعني انا شايفة ان الناس بدأت تقرأ، دي حاجة لطيفة يعني، في بقالنا كام سنة كده الناس بتقرأ بس بشكل حتى لو موضة، على سبيل الموضة يعني، بقى في روايات كده كل شهر يطلع رواية موضة مثلا على فيسبوك، والبنات تعمل لها هاشتاج وقلب ومش عارف ايه،
حتى لو دي حاجه نوعا ما رخيصه يعني، بس على الاقل بيفتحوا كتاب ويقروا، دي حاجه كويسه يعني. انا مش مخططه لاي حاجه في المجال ده خالص خالص، بس انا اللي وعدت نفسي بيه واي حاجه عايزه اعبر عنها اعبر عنها في القالب المناسب ليها. يعني انا بحضر للكتاب تاني وبكتب روايه برضو، وكمان كام يوم هصور فيلم قصير كاتبه السيناريو بتاعه، علشان يعني دول اربع انواع مختلفه او ثلاث انواع مختلفه من الابداع مثلا. بس انا شايفه انه دي ما ينفعش تتقال غير كده ودي ما ينفعش تتقال غير كده بس، لكن مش حاصره نفسي في اتجاه معين. عايزه اقول للناس اللي هي شايفه الكاتب في زي اللي هو بتاع اللي بيلبسوها هنا دي وبالطو ومش عارفه ايه، وكاتب نمطي وبيتكلم بشكل عاقل زياده عن اللزوم، يمكن انتوا لو كنتوا شفتوا الكتاب اللي انتوا متصورينهم كده زمان، لو كان عندهم فيسبوك وتويتر، كنتوا هتتصدموا ان شخصيتهم اكيد فيها حاجه مجنونه، فيها حاجه طاقه. اصل هو يعني ما تحاولش تدور على كاتب عاقل تماما، لانه الكاتب لازم يبقى مجنون، منطقي جدا يبقى عنده افكار مختلفه عنك عن حياتك الطبيعيه، يبقى بيعبر عنها كمان بطريقه مختلفه. والا كان بقى موظف صبح وشايل بطيخه اخر النهار وبيروح ينام يعني كان هيبقى كاتب ليه؟ ما هو اكيد عنده حاجه مختلفه عايز يقولها، هي دي الفكره يعني. فالناس اللي بتقولي لو سمحت انت في حاجه غلط حاولي الناس بتقولي لو سمحتي انت فيكي حاجه غلط حاولي تشوفي دكتور نفساني، انت مش طبيعيه مش عادي اللي انت بتقوليه ده. يعني احب اعتذر لهم ان انا مجنونه تماما، انا مش مريضه نفسيا، انا مجنونه تماما يعني.